أطلق مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى دمار العام نداء استغاثة إنساني لإنقاذ حياة المرضى بعد نفاذ الأدوية والمحاليل الطبية المخصصة لعلاج مرضى الغسيل الكلوي. تتفاقم الأوضاع الصحية في اليمن يوما بعد آخر، ما ينذر بانهيار تام للوضع الصحي، خصوصا بعد انتشار عدد من الأمراض الوبائية ومنها الكوليرا جراء الحرب والحصار، في ظل تجاهل المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني. مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام أطلق نداء استغاثة بعد نفاذ المحاليل الطبية والأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي وعدم توفر إمكانيات الشراء، ما ينذر بكارثة تتهدد حياة 200 مريض بعد توقف نشاط المركز خلال الساعات القادمة. احنا بنفتقد الى ابسط يعني العلاجات، ابسط انواع العلاجات ما بنسمح ان نقدر نشتريها، وكل الامراض يعني حالاتهم يعني فقراء، ما بش امكانيات، كل العلاجات مقرره لنا ما بنقدر نشتريها. المركز كان قد قلص عدد جلسات الغسيل الكلوي المخصصة لكل مريض من جلستين في الأسبوع إلى جلسة واحدة بسبب نفاذ المحاليل الطبية والأدوية، والتي تكلف $45 لكل مريض في الجلسة الواحدة. وإحنا بحاجة يعني دعم من المنظمة الدولية للغسيل الكلوي، كنا يعني محاصرين وكنا ما عندنا يعني إمكانيات وكنا كذا يعني بالحاجة، وان شاء الله يلفتوا النظر الينا يعني فيما يصلحنا ويصلح الانسانيه. كنا نغسل بالاسبوع مرتين، طبعا ما بنغسل الا مره بالاسبوع، ما فيش علاجات، ما فيش مواد، ما فيش اي حاجه، حالتنا تاورت، ما حبش اي حاجه معانا. اداره هيئه مستشفى ذمار العام اكدت ان المستشفى كان قد اطلق عده نداءات استغاثه خلال شهر يوليو الحالي الى المنظمات الدوليه لرفض المركز بالادويه والمحاليل الطبيه للتخفيف من معاناه المرضى الذين يتهددهم الموت في كل لحظة. مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار يطلق نداء مناشدة هو الخامس خلال شهر يوليو للمنظمات الإقليمية والدولية والإنسانية العاملة في اليمن لإنقاذ حياة أكثر من 200 مريض يتهددهم خطر الموت، كما نأمل من الأخوة في المحافظة ووزارة الصحة وحكومة الإنقاذ الوطني على التدخل الفوري والمباشر، وأن لا يتم التعويل كثيرا على المنظمات، فنحن أرسلنا الكثير من نداءات الاستغاثة والمناشدة، وللأسف الشديد لم نسجل أي استجابة حتى يومنا هذا. هناك أوضاع مأساوية في مركز الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى ذمار العام بسبب نفاذ كامل للأدوية، لأنه بس لازم نعمل جلستين بالأسبوع لكل مريض، حاليا من قبل أسبوع نعمل جلسة واحدة بسبب نفاذ الكمية أو بسبب نفاذ المحاليل المواد الجلسات الغسيل الكلوي. طبعا هناك مناشده تمت قبل اشهر لمعظم المنظمات الحقوقيه والانسانيه، لكن للاسف لم نلقى اي استجابه لم نلقى اي استجابه لتوفير المحاليل والادوات. حوالي 48 ساعة فقط ويغلق مركز الغسيل الكلوي أبوابه أمام المرضى ليلاقوا مصيرهم المجهول ما لم يتدخل رجال المال والأعمال والخيرين لدعم أنشطة المركز وتوفير المحاليل والأدوية اللازمة للغسيل الكلوي لإنقاذ حياة المرضى، خصوصا بعد إن نفذت كل محاولات الاستجداء بالمنظمات الدولية لدعم الجهود الإنسانية التي يقوم بها المركز. عبد الكريم النهاري، اليمن اليوم، محافظة دمار. نظمت